قصة مختلفة هذه المرة، قصة إنسانية بحتة، أبطالها عائلة أصابها ما أصابها من ظلم عصابات داعش المجرم. لديهم ابنة اسمها ميلاد، بترت رجلها أثناء عمليات التحرير وخصوصا في منطقة معمل بيبسي حي الزنجيلي، فأصابها قناص داعش برجلها فأدى ذلك إلى بتر رجلها اليسرى. خمس بنات وولدين، وعندي ولد، عندي ولد عمه سحبه بالسليمانية وساكنة بالميدان، وبيتي راح، وعندي بين 16 سنة بطرت رجلها، وصار لي سنة هنا معاناتي ما مرتاحة. أول شيء مسكني، ثاني شيء على مود المي، ثالث شيء على مود الكهرب، كل شيء ما أريد بس يعمرون بيتي درجع. والله كلتنا نزحنا 20-4 عزنجلي، بس 1-6 طلعنا برجلنا على الحادث، كلتنا مشينا، هي الوحيد ضربها قناص، صوبت 10، طبيت المستشفى الساعة 5، مستشفى هلال الأحمر القطري، 3 عمليات عملولها ما نجحت، قالوا لي بترتها. ظليت 2 بالمستشفى، جيت قعدت ببيت هيكل، أبو الهيكل طلعني، ظليت من الصبح للعصر، من الله يسني المختار جاء قعدني هنا. طلعنا، جاء أخوها أحمد قال يوم ما تحررت الزنجيلي طلعنا، عبد الرحمن قايدني وهي قايدة خواتها وأحمد قايد هاي، جيت لقيت ولادي ما موجودين، بس جيت لقيت ميلاد وطيبة وملاك، ناس حتى تبكي على ناس، أضحك عليها مو فوق لي جود مايات. جيت كشفتها أثار الإصابة برجلها ومفتوحة رجلها، هذني خواتها دزيتني ويا شخص حرمة الله يرحمها اسمها خلودة، أخذتها مني أنا ولينا والقناص ضربها مكانها، هاي انهزمت ورجعت ملاك لحقتها. ظليت آني وميلاد جو العالم، يعني عوائل كثيرة، رجعوا قالوا لي أقمزي على الجيش، ما أقدر أسيبها، شحطوها من مكان على مكان، يعني شون عندك سلسال. رجعنا عبرناها من الحدايد وما حدايد، وصلتوها مسكوها أمريكان عالجوها، قالوا لي راد العملية، من مسكوها عملوا للعملية قالوا لي بتر ما بتعمل، قالوا لي قطع، ليش؟ قالوا لي صار بيها تلوثت، صار بيها قرقري، اتأخرت بتشول، ويعني من ميلاد كانت نايمة ما تعرف، قعدت من النوم قعدت رجله يعني بس مقطوعة، يعني هي كانت بلا وعات، يعني بس من قعدت رجله كانت ما موجودة، فانصدمت هي صدمة قوية، لأن هي ما تعرف رجله يعني راح يعني دا يقطعوها.